لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الباحث والمحلل السياسي السيد بشارة خير الله. سيد بشارة مرحبا بك معنا. بتصورك كيف بالإمكان قراءة وتقييم هذه الأجواء التي تسبق انطلاق هذه المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود؟ يعني نعم، أولا يعني كان لنا شرف أنه وصفنا هذه الخطوة بالتاريخية قبل أن تصفها واشنطن، يعني من أسبوع من يوم ما تمت لنا هذه خطوة تاريخية ما بين لبنان وإسرائيل، لأن الأوضاع اللبنانية مترابطة إلى حد ما. يعني الوضع الحدودي الشائك منذ زمن مع العدو الإسرائيلي مرتبط حكما بالوضع السياسي الداخلي، مرتبط حكما بالوضع الاقتصادي، مرتبط حكما بموضوع التنقيب عن النفط في لبنان. يعني وقت نحكي عن بلوك رقم 9 واجت شركة توتال عم تنقب عن النفط وقالت ما في بترول، إذا منفوت على كواليس هذا الموضوع نرى أن فيتو أمريكي وضع على فرنسا لعدم الاستكمال في استخراج النفط، ليس ما يتم الاتفاق ما بين لبنان وإسرائيل على هذا اللي سمينا به بري أو رئيسنا به بري هو اتفاق إطار. بعتقد هيدي كلها أمور مترابطة. كان في موضوع فيتو من قبل حزب الله، يبدو أن الرئيس بري تحدث عمليا باسم الثنائي حزب الله وأمل على موضوع بدء الترسيم مع إسرائيل، بمعزل عن القراءة السياسية إن كان هذا اعترافا أو يعني خلينا ما نفوت بهذا الموضوع. المهم منقول هيدي خطوة تاريخية تؤسس إلى فتح صفحة جديدة لبنانية يجب أن تواكب لبنانيا بتشكيل حكومة قادرة على مواكبة هذا الترسيم، لأنه ما فينا نكون نحن عم نحكي مع العدو الإسرائيلي على كيفية ترسيم تحديد الحدود وترسيمها ثم تثبيتها ونحن في الداخل لا نستطيع التحدث مع بعضنا البعض كرمال أن تكون هناك حكومة قادرة على مواكبة هذا الحدث الكبير الذي له أهمية خارجية وأهمية داخلية أيضا تنعكس إيجابا إن أحسننا الترسيم أو أحسننا مواكبة هذا الترسيم على الاقتصاد اللبناني. صح. وعلى الحالة السياسية. وسأعود وأسألك عن النتائج المرجوة لبنانيا من هذا المسار، لكن سيد بشارة، حالة التسارع التي أفضت للانفتاح على الحوار، حالة الترحيب الإقليمي والدولي كذلك بما يجري وبما يبدو كما أشرت كذلك ارتياح لبناني داخلي من الأمر، هل تؤشر كل هذه المعطيات إلى إمكانية فعلا إحراز اختراق حقيقي على مسار هذه المباحثات؟ يعني لا شك أن لواشنطن أياد في هذا الموضوع، وإلا ما كان صار. أمريكا تسعى خاصة هلأ يعني على أبواب الانتخابات إلى تسجيل إيجابية ما تساعد يمكن الرئيس ترامب على بانتخاباته، وكلنا بنعرف نحن لو عندنا صداقة لبنانية تاريخية مع أمريكا أولوية أمريكا، لو كنا على صداقة مع الأولوية هي مصلحة إسرائيل. هلأ إذا بتلتقي مصلحة إسرائيل يلي دايما بتغلبها أمريكا مع في مكان ما مصلحة لبنانية بحل هذه المشكلة الشاقة أو الشائكة وليس على حساب اللبناني، يعني إذا كل مين بياخد حقه، إسرائيل بتاخد حقه ولبناني بياخد حقه بما يرضي الطرفين، لا بأس. يعني إذا كانت مصلحتنا تقتضي أنه لو الأمريكان عم يعمل مصلحة إسرائيل، إما إذا كان قادر يعمل وسيط لنحل هيدي المشكلة، هيدا بيكون شيء جيد جدا وينعكس إيجابا على الداخل اللبناني. نعم، ما المطلوب لبنانيا بتصورك من كل هذا المسار؟ ما هي النتائج المرجوة من مسار الانفتاح على الحوار والمفاوضات؟ يعني الحوار والمفاوضات هي خطوة طويلة الأمد ولن تكون يعني لن تنتهي لا بأسبوع ولا بأسبوعين ولا بشهر ولا بشهرين ولا بسنة حتى، بس بما أنه انطلقت عجلة هذه المفاوضات نستطيع أن نتلمس تريحا إذا بدك في الداخل اللبناني. يجب، برجع بعيد اللي قلته بالأول، يجب أن تواكب هذه الخطوة الحدودية بتأليف حكومة قادرة على مواكبة الترسيم، وإلا ما بنكون عملنا شيء، لأنه الترسيم هو عملية سياسية قبل أن تكون عملية تقنية لوضع الخطوط وتثبيتها. هي عملية سياسية، إن تعرقلت السياسة سيتعرقل الترسيم، وإن مشى الترسيم ستكون سياسة إلى جانبه إن استطاع. أشرت سيد بشارة إلى أنه ما أفسح المجال
أمام المضي نحو هذا الحوار وهذه المفاوضات ورفع الفيتو من حزب الله. بهذه الخطوة هل المؤشرات على أنها ستظل قائمة تماما من الآن وصولا لخواتيم هذه المفاوضات، أم أنه تطورات المشهد الداخلي اللبناني وتطورات الإقليم ربما تدفع الحزب للتراجع خطوة للوراء؟ أيضا ما أشرت له أن فيتو حزب الله هو مربوط أيضا بفيتو إيراني، يعني حزب الله اليوم لا ينفذ أجندة لبنانية 24 إيراد، يعني حزب الله جزء من يعني إيران تقول أن حزب الله جزء من المنظومة لها في هذه المناطق العربية، لبنان والعراق وبغداد وصنعاء وكل هذه المدن العربية، وحزب الله لا ينكر ذلك عندما يقول السيد حسن نصر الله ولاءنا ومالنا وأكلنا وشربنا وسلاحنا من إيران. فإذا هيدي إذا بدك جزء من الحرب الأمريكية الإيرانية، عقوبات أمريكية على إيران، هذا إذا بدك يعني وردة إيرانية قدمت إلى الأمريكيين جراء يعني الضغط الأمريكي في تبادل كرمال حتى يرجع ينحكى بموضوع الملف النووي وإعادة طرحه على طاولة البحث بشروط طبعا، والغلبة ستكون للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الفيتو حزب الله هو مرتبط كان بفيتو إيراني، هذه ورقة إيران وحزب الله قدموها للأمريكيين، إذا نحن بنستفيد منها كلبنانيين لا بأس. طيب أخيرا الانعكاسات على المشهد الداخلي اللبناني، هذه الانفراجات على مسار الحوار مع الآخر، الحوار مع الطرف الإسرائيلي، هل تنعكس بنفس الصورة من انفراجه في مسارات الحوار المتعثر للوصول لحلول سياسية في البلاد؟ يعني حكما ما فيك اليوم تجاه العالم كله ما فيك تكون عم تحكي مع الإسرائيلي إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، بس بغرفة واحدة على طاولة واحدة برعاية الأمم المتحدة تكون عم تحكي مع الإسرائيلي وأنت مش قادر عم تحكي، الأطراف اللبنانية مش قادرة عم تحكي مع بعضها. فإذا لابد برجع بقول لك أن تترافق هذه الخطوة، خطوة بدء المفاوضات بخطوة بدء تشكيل حكومة قادرة على المواكبة، وأيضا أن تترافق كما ندعو دائما بطاولة حوار برئاسة رئيس الجمهورية للبحث في عمق المشكلة الداخلية. ليست مشكلة اقتصادية، مشكلة لبنان هي مشكلة معروفة الأسباب، بس بدها شوية جرأة بفتحها على طاولة البحث، وهي شكرا. مشكلة وجود سلاح خارج إطار الشرعية، أعني هنا سلاح حزب الله وأي سلاح أيضا متفلت هنا وهناك. شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من بيروت السيد بشار، أهلا وسهلا، والمحلل السياسي.